هل استطاع قراءة حركات كوروكو؟ المباراة لم تبح بكل أسرارها بعد. لقد أخبرتكم بهذا مراراً، لا تحاولوا. إنها لا هل سينفذ رمية ثلاثية من هذا المكان؟ اتبعني بسرعة. سحقا، لقد كسروا التعادل، وبهذا يكون فريق شوتوكو هو المسيطر. نستطيع أن نفعل شيئاً. لقد كان شيئاً غير متوقع منك، ولكن ماذا؟ ما الذي يحاول فعله؟ رمية من على مسافة ملعب؟ أحقاً سيفعل؟ لعلي نسيت أن أخبركم بشيء مهم جداً، وهو أن نطاق الرمي عندي هو طول الملعب. لم يستطع إيقافه بمساعدة كوروكو، فكيف سيوقفه الآن؟ كيف ستوقفه الآن؟ لا تغتر كثيراً، أدركت شيئاً غاية في الأهمية قبل قليل، إنها نقطة ضعفه. ماذا؟ كلما كانت المسافة أبعد، احتجت إلى وقت أطول. هل وصل إليها؟ مستحيل. نعم، إن إطلاق الكرة من على بعد مسافة تزيد على 20 متراً يحتاج إلى وقت أطول بكثير من المعتاد. يا إلهي، كيف غاب ذلك عن ذهني؟ مسار الكرة مستحيل. أحسنت، لقد أوقف ميدوريما أخيرا. لا، ليس علينا أن نغفل عن براعة قائدهم. إن أحد أفضل اللاعبين في هذه المدينة أوتسوبو تايسوكي. دعني أخبرك الآن لماذا أنا مصر دائماً وأبداً على أن أرمي من بعيد. إن هذا ليس لأنني أحصل على 3 نقاط فقط. في عالم كرة السلة يمكن أن تنقلب الموازين في اللحظات الأخيرة الباقية من المباراة، وربما يحدث ذلك في الرمية الأخيرة فيها، فتصنع النهاية بيدك. أنا لا أدع الأمر للمصادفة، لذلك سأنهي المباراة مع صفارة الحكم، وهذا يعني أنني بذلت قصارى جهدي. يا إلهي، لقد فاجأ كوروكو والجميع أيضاً، ولم يعد كاغامي قادراً على القفز. سحقا، تحركا تحركا يا قدمي، تحركا، لأني لن أقبل الهزيمة بعد كل هذا. لا تخوناني هذه المرة. مستحيل، إنه منهك تماما. ها،
هكذا أنت يا كاغاني، كنت واثقا بأنك ستقفز حتى وإن كنت منهكا تماما. أي قلب يمتلكه هذا الفتى؟ إنه يخادع حتى في الثواني الأخيرة. هذا ما يستطيع أن يفعله الجيل الذهبي؟ أنا أثق بكاغامي، كنت أعلم أنه سيقفز. كوروكو؟ وكذلك ميدوريما يعلم هذا جيدا وسيلجأ إلى المراوغة. يبدو لي أن توزعهم في الملعب خطأ، كأنهم مشتتون بعض الشيء. لا أدري، أعتقد أنها خطة المدرب. لما ينتشرون هكذا؟ يحاول اللاعبون الآخرون توفير المساحة الكافية لهما، فهي معركة ضمن المعركة يتواجه فيها نجما الفريقين، بمعنى إن المواجهة بينهما ستحدد مصير المباراة كلها. ما هذه السرعة؟ لقد تجاوزه بسهولة. معقول؟ هل أدركني في لحظة الالتفاف؟ يا وحش! رائع كاغامي! مدهش! كيف استطاع القفز عالياً وهو بهذا الوضع؟ إلى الهجوم بسرعة! لقد سبقوهم حقاً! وأيضاً هم يعرفون كل مهارات الطلاب القدامى. لا تحاولوا أن تفكروا في ذلك مرة ثانية! ماذا؟ وحده كاغامي يمسكها. مظهر كوروكو! ألم يفقد توازنه ويتأخر في العودة؟ لا أصدق. سأعترف لك بهذا. يعجبني أنك لا تستسلم بسهولة. لم نستسلم، لقد كافحنا جميعا حتى النهاية، ليس لأننا نريد مجاراة الخصم، بل لأن كوروكو ورفاقه
لم يألفوا الوقوف مكتوفي اليدين مهما كانت النتيجة قاسية. تمريرة؟ دار دورة كاملة. يا إلهي، لقد أوقفه. كيف ذلك؟ لا أبداً، ليس بعد. رمية بلا استعداد. لا أصدق. هل رأيتم ذلك؟ لقد أوقف أمي. كيسي مدهش. أشعر أخيراً بأنني بدأت أفهم كلامك يا كوروكو. فهمت الآن المعاني السامية لكلمة فريق وجمال أن تبذل كل ما في وسعك من أجل رفاقك. هذا ما كنت ترمي إليه كل هذا الوقت. معك حق. لا أحد يهزم أومني إلا أومني نفسه. إذن لا أحد يهزمك إلا أنت. سنرى ذلك. انتهى وقت المداراة والتساهل. عليك به يا كيسي. أخيرا يا كيسي. مستحيل. تقدم يا كيسي. لقد صدق حدسي السيء. إننا الآن لا نواجه كيسي بل نواجه أمي. هذه كبيرة عليك يا كيسي. هناك خطأ دفع ورمية حرة وتحتسب السلة. كان ذلك رائعاً. في مخالفة كهذه تمنح رمية حرة مع احتساب الرمية إن دخلت الكرة، ولكن الأهم أنها المخالفة الرابعة على أمي. مشكلة. هذا سيء. لم يعد بإمكانه اللعب بحرية. لقد نالوا منا. لقد فعلها. إنه مذهل حقا. لم تقلل تلك الأخطاء من عزيمته، بل ما أراه أنه صار أكثر شراسة من قبل. ما أروع ذلك اللاعب. إنه نجم الجيل الذهبي حقا وبجدارة. الحركة نفسها. قلده تماما.
لقد اشتعلت المباراة. هذا لا يحدث في أي مباراة. إنها ملحمة حقيقية. ما الذي يحدث الآن؟ توقعت أن يحدث ذلك. أنا دائما أقول إن لاعبي الجيل الذهبي مرعبون حقا. جيسي أمني ها.